كانت إليزابيث الثانية الأطول عهداً بين ملوك بريطانيا وملكاتها على مدى التاريخ، وقد طال ملكها أكثر من أي ملك أو زعيم في القرن العشرين، متفوقة على جدتها الملكة فيكتوريا التي ملكت 63 عاماً. ولدت في نيسان عام 26 في لندن، ولم يكن أحد يتصور أنها ستكون ملكة في يوم من الأيام. لكن الأقدار كان لها رأي آخر، فقد تخلى عمها الملك إدوارد الثامن عن العرش في العام 36 منحازاً لقلبه ليتزوج مطلقة أمريكية أحبها. بهذا تولى والدها الملك، وصارت هي الوريث الأول لعرش بريطانيا. في سن 21 تزوجت ممن أحبت برغم معارضة والديها وعدد من أفراد الأسرة. تزوجت الأميرة فيليب ذي الأصول اليونانية، وأنجبت منه كلاً من ولي عهدها الأمير تشارلز والأميرة آن والأمير أندرو والأمير إدوارد. خلال الحرب العالمية الثانية قامت إليزابيث ببعض الأعمال التطوعية التي أظهرت شخصيتها المجتهدة والمحبة للعمل والخدمة. في عام 51 تدهورت صحة والدها الملك جورج السادس وتوفي في شباط من العام التالي، وعلى الفور نودي بالأميرة إليزابيث ملكة دستورية. بحسب التقاليد البريطانية تم التتويج بعد أكثر من سنة من إعلان جلوسها على العرش، وكان ذلك في حفل غير مسبوق في كاتدرائية ويستمينستر نقلته شاشات التلفزيون عبر العالم في شهر حزيران من عام 53. Beseeching God by whom kings and queens do reign to bless the royal princess Elizabeth II. حافظت إليزابيث على لقب أسرة وينسور لوصف الأسرة المالكة، ولم تقبل بفرض اسم أسرة زوجها اليونانية. في عهد إليزابيث شهدت الإمبراطورية البريطانية بداية انحسارها، وبنهاية عهدها لم تعد بريطانيا الإمبراطورية التي لا تغرب الشمس عن أراضيها، بل أصبحت تواجه خطر التقسيم بتنامي مشاعر الانفصال في اسكتلندا وويلز، فضلاً عن المحاولة المستمرة في إقليم إيرلندا الشمالية للانفصال والعودة إلى أحضان الجمهورية الأم. وبرغم أن التقاليد الدستورية البريطانية تمنع الملكة من التدخل في الشؤون السياسية، إلا أنها تدخلت مرتين بتعيين رئيسي وزراء، الأمر الذي جلب لها الانتقاد واضطر الحكومة لتغيير آلية تعيين رئيس الوزراء. ومع أنها ملكة محبوبة، إلا أنها تعرضت لمحاولتي اغتيال في العام 81، وظلت هادئة وشجاعة ومتماسكة في مواجهة المخاطر والتحديات، ووصفت بأنها تحمل في صدرها قلب رجل شجاع. وصفها تشرشل بأنها ذات شخصية وسلطة مدهشة، وقد عرف عنها تشددها في التزام الدستور، وظلت محافظة على نشاطها الرسمي حتى آخر أيامها بجدول أعمال يومي حافل، وتقوم بأكثر من 400 نشاط رسمي في السنة، وهي على الدوام تضع عملها الرسمي ومهامها الملكية فوق أي اعتبار. قامت بأكثر من 250 زيارة رسمية، وقابلت 13 رئيساً أمريكياً وسبعة بابوات، وعاصرت 14 رئيس وزراء في بريطانيا، والتقت الأغلبية العظمى من قادة دول العالم. احتفلت إليزابيث بأكثر من يوبيل لجلوسها على العرش، اليوبيل الفضي في عام 77، واليوبيل الذهبي في العام 2002، واليوبيل الماسي في العام 2012، واليوبيل الياقوتي في العام 2017. منذ البداية أظهرت إليزابيث حزماً وقوة في إدارة شؤون الحياة الملكية البريطانية، ولم تفصح يوماً عن أي رغبة في التنازل عن العرش لصالح ولي عهدها بالرغم من توقعات الصحافة لذلك. تعرضت إليزابيث لبعض النكسات العائلية، خاصة طلاق تشارلز وديانا ثم مقتلها المأساوي، لكنها صمدت بطريقة مدهشة وظلت حتى آخر أيامها الملكة القوية والعنيدة، وسيذكرها التاريخ إلى جانب العديد من ملوك بريطانيا وملكاتها الذين كان لهم شأن مميز في التاريخ.